شاهد الله فاضل، اهلا ومرحبا بكم. نشرة اخبار الفضاء الاريتريه لهذه الفتره يصحبكم فيها محمود عبد الله ابو كفاح، والتي نستهلها باهم وابرز العناوين. اختتام المهرجان السنوي للاريتريين في الرياض وضواحيها. احياء اليوم العالمي للايدز على مستوى البلاد في مدينه كرم. جهود حثيثة لتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمعاقين. لقاء ثلاثي لزعماء روسيا والصين والهند. البحرية الإيرانية تدشن سفينة حربية لا يكشفها الرادار. تظاهر الآلاف في مدريد تأييدا لوحدة أسبانيا. مرحبا بكم من العناوين إلى التفاصيل. اختتم المهرجان السنوي للإريتريين في الرياض وضواحيها بالمملكة العربية السعودية، والذي نظم تحت شعار فشل الحظر غير القانوني بالتصدي والصمود. وقام بافتتاحه في 28 من نوفمبر الجاري معالي وزير الشؤون الخارجية سيد عثمان صالح، وقدم معالي الوزير عثمان صالح في السمينار الذي عقده للمشاركين توضيحا مفصلا حول تطورات عملية السلام بين إريتريا وأثيوبيا، إضافة إلى أجواء السلام التي بدأت تتنامى في منطقتنا. كما هنأ الحضور بفشل المؤامرات والعدائيات المتكررة التي حيكت في السنوات الماضية لإركاع شعب وحكومة إريتريا وإضعاف القدرات الوطنية، وذلك بفضل وحدة وصمود الشعب ووفاء القيادة. كما أشار إلى رفع الحظر غير القانوني بفضل التصدي المنسق بين الشعب والحكومة الإريترية. وقال معاليه أن العمل المضاعف بوتيرة قوية لإعمار البلاد وتصدينا بصلابة لمواجهة حملات القزو والعدائيات يعد من المهام المرحلية، مؤشرا إلى أن المساعي الجارية لتقوية العلاقات على مستوى المنطقة والعالم بدأت تؤتي أكلها. وفي الختام أشاد معالي الوزير عثمان صالح بانضباط وكفاءة الطلاب الإريتريين في المدارس الإريترية العالمية بالمملكة العربية السعودية، ودعا الآباء لإرسال أبنائهم إلى الكليات الإريترية في البلاد من أجل حل مشكلة التعليم العالي التي تواجه الطلاب. هذا وقد تضمن المهرجان السنوي للإريتريين في الرياض وضواحيها العديد من البرامج والمنافسات المتنوعة بمشاركة الكبار والصغار، فضلا عن الفقرات الفنية ومعارض الصور الفوتوغرافية والابتكارات والأعمال اليدوية والأزياء التقليدية وغيرها من البرامج الترفيهية التي أعدت من قبل طلاب المدرسة الإريترية العالمية بالرياض وشباب الجبهة وأعضاء الاتحاد الوطني للمرأة بالرياض. وفي مراسم الاختتام التي جرت في 30 من نوفمبر المنصرمة، وزعت الشهادات التقديرية للجهات التي ساهمت بفعالية في إنجاح برامج المهرجان، كما سلمت الجوائز للفائزين في المنافسات المختلفة. أحيت البلاد الأول من ديسمبر اليوم العالمي للإيدز في مدينة كرن تحت شعار فلنقم بإجراء الفحص للتعرف على أوضاعنا الصحية. وفي البرنامج الذي حضرته وزيرة الصحة السيدة آمنة نور حسين، ألقى المدير العام لقسم الصحة العامة في وزارة الصحة الدكتور عند برهان تسفاسيون كلمة أوضح فيها بأن الجهود الجارية للسيطرة والقضاء على وباء الإيدز ظلت تحقق نتائج عالية، مؤشرا إلى أن مرض السل أصبح واحدا من الأمراض الفتاكة التي ظلت تتسبب في وفيات المواطنين المصابين بفيروس نقص المناعة الإيدز. وأشار الدكتور عند برهان بأن الوزارة تعمل بالتعاون مع الشركاء للسيطرة على الإصابة بفيروس نقص المناعة والوفيات بالإيدز، إلا أن هنالك تحديات ينبغي تجاوزها بالمزيد من الجهود. من جهته قدم مسؤول مراقبة الأمراض المعدية في الوزارة الدكتور رأي برهاني توضيحا مفصلا حول أسباب وأعراض المرض والأدوية التي تطيل عمر المصاب بفيروس الإيدز. بدوره قال السيد إبراهيم سامبولي مدير صندوق الأمم المتحدة للسكان في إريتريا أنه ورغم بذل المزيد من الجهود الحثيثة وتنظيم حملات التوعية المكثفة لحد من مرض الإيدز منذ ظهوره، إلا أن هنالك العديد من المهام المتبقى وأن يموتون، فيجب المشاركة الوثيقة من الجميع قضاء. في دورها أشارت مسؤولة منظمة الصحة العالمية في إريتريا الدكتورة جوزفين نامبوزي إلى أن الكثير من المصابين بالإيدز استطاعوا العيش مع المرض بفضل المساعي التي تقوم بها وزارة الصحة في إريتريا، مؤكدة بأن منظمة الصحة العالمية ستسهم لإنجاح الجهود الجارية من أجل القضاء على هذا المرض. هذا ويتم إحياء اليوم العالمي للإيدز على مستوى البلاد للمرة 27. أعلن في مراسم تدشين مركز للمعاقين في إقليم القاشبركة وكذا السمينار المنعقد في الأول من ديسمبر الجاري بأن العمل الدؤوب جاري لتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمعاقين،
وفي المناسبة التي شارك فيها ممثلي معاقي حرب التحرير في القاشبركة وكبار المسؤولين في الإقليم، قدم مسؤول فرع الجمعية السيد شمولي والقرقيش توضيحا مفصلا حول الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمناضلين المعاقين وكذا أنشطة الفرع، وأشار إلى وجود 3400 من معاق الحرب في الإقليم بينهم 500 امرأة معاقة، موضحا عن تقديم الجمعية ل 45.5 مليون نقفة من القروض بهدف تنمية المؤسسات التي تمكن المعاقين من الإنتاج. وقد دشن المبنى الجديد المشيد في بلدة قلوج في إطار تأهيل معاق الحرب القاتلين في البلدة في مساحة قدرها 2360 مترا مربعا، حيث يحتوي على غرفتين وساحة، وقد بلغت كلفة بنائه 1.4 مليون نقفة. من جهته قدم رئيس الجمعية الوطنية لمعاق الحرب الأستاذ جبر برهان إياسو توضيحا مفصلا حول الجهود الجارية لجعل المعاقين منتجين ونتائج تلك الجهود إضافة إلى البرامج المستقبلية، داعيا إلى تعزيز دور المواطنين في تحسين الحياة المعيشية للمعاقين. بدوره ما أكد المدير العام لقسم الخدمات الاجتماعية في الإقليم السيد فرانكو كوبابا ومدير مديرية قلوج السيد ديسيزر ماريام بأن إدارات الإقليم والمديريات تعمل بقوة لحصول معاق الحرب على أرضية صلبة في كافة المجالات. تعثرت عملية تجميع القرى في مديرية قرورة بسبب عدم توفر مياه الشرب الصالحة، وأوضح مدير المديرية السيد صالح محمود أن مشروع المياه في المديرية ظل منحصرا حتى الآن في إمهاميمة وقرورة وشاكات، وأن عدم توفير مصادر مياه الشرب النقية في المناطق الأخرى عرقل عملية تجميع القرى، مؤشرا إلى أهمية الدفع بأنشطة إنشاء مشاريع المياه إلى جانب حملات التوعية الجارية للمواطنين. وذكر بأن الوعي الصحي للمجتمع بدأ يتطور من فترة لأخرى، مما أدى ذلك إلى حدوث تطور ملموس في صحة المواطنين، إضافة إلى انخفاض نسبة وفيات الأمومة والطفولة، داعيا إلى إنشاء مؤسسات صحية إضافية في المديرية لزيادة نسبة الكثافة السكانية. وأشار السيد صالح إلى أن مشاركة الطلاب في مائدة التعليم بشكل عام مشجعة، إلا أن مشاركة الطلاب في المرحلة الثانوية لم تكن بالمستوى المطلوب نتيجة لتناثر القرى وزواج القاصرات وحياة الترحال، مما يتطلب تنظيم حملات توعية مكثفة للآباء في هذا الشأن. وفي الختام أوضح مدير مديرية قرورة السيد صالح محمود بأن مشكلة المواصلات والاتصالات من أهم التحديات التي تواجه المديرية، مؤشرا إلى بعض الخطوات الجارية للتقليل منها. هذا ويقطن مديرية قرورة حوالي 22,000 نسمة. نظمت جلسة مباحثات حول دور قيم المجتمع في إرشاد الشباب ومكافحة الجرائم في مديريتي الدخالة وعرزة. وفي السمينارات التي نظمها قائدة مركزي الشرطة في المديريتين للطلاب، قدما توضيحا مفصلا حول ضرورة ترسيخ قيم المجتمع في أوساط الطلاب ودفعهم للتركيز على دراستهم فقط، حيث أن ذلك سيجعلهم ناجحين في حياتهم ونموذجيين. وقال أن مخالفة القانون يعرض للقرامات غير المطلوبة ويعرقل مستقبل المخالفين، وشدد على تعزيز دور المعلمين والآباء في تنشئة الطلاب بالمعرفة القانونية الواسعة والأخلاق الكريمة إلى جانب تعليمهم الأكاديمي. واستعرض مسؤولا مكافحة الجرائم أهم أسباب حوادث المرور، مناشدين الطلاب والشباب للتطلع إلى المستقبل المشرق والابتعاد عن الأعمال غير القانونية. إن شاء الله الفاضل كانت هذه الأخبار الداخلية، فاصل قصير ونوفيكم بالأخبار العالمية، قم معنا. على الصعيد العالمي، عقد على هامش قمة الـ20 في الأرجنتين لقاء ثلاثي للرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا موندي، وذلك لأول مرة منذ 12 عاما في هذا الإطار. واتفق الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي على تعزيز التنسيق وبناء التوافق وزيادة التعاون بين بلدانهم من أجل تعزيز السلام والاستقرار والتنمية في العالم بشكل مشترك. وشدد الرئيس الروسي على أهمية تنظيم عمل مشترك على مسائل جدول الأعمال الاقتصادي، بما في ذلك في إطار مجموعة الـ20 وحماية مبادئ المنافسة النزيهة في التجارة العالمية معا، والمساهمة في إقامة منظومة مفتوحة إلى أقصى حد ممكن للعلاقات الاقتصادية الدولية لتكون خالية من الحمائية والقيود ذات الدوافع السياسية.
انضمت المدمرة سهند إلى الأسطول البحري للجيش الإيراني في مراسم جرت في بندر عباس جنوب إيران. وبحسب وكالة فارس الإيرانية، أن المدمرة مصنعة في إيران، ومن مميزاتها أنها لا يتم رصدها من قبل الرادار. وقالت الوكالة تم تصميم وتصنيع المدمرة سهند التي تعد المدمرة الوطنية الأكثر تطورا في منطقة الشرق الأوسط على يد الخبراء الشباب في القوى البحرية التابعة لجيش إيران، حيث تمتلك المدمرة إمكانيات أكبر من حيث المعدات وتنفيذ العمليات مقارنة مع المدمرة جماران. وفرضت حزمتين من العقوبات الأمريكية على إيران في أغسطس ونوفمبر الماضي على التوالي من أجل كبح جماح سلوك طهران الإقليمي وتقويض عجلة تطوير صواريخها البالستية التي تهدد حلفاء واشنطن وتغييب برنامجها النووي، وبهدف إجبار طهران على العودة لطاولة الحوار مجددا وعقد اتفاق جديد بديلا عن الاتفاق النووي المبرم في عام 2015. تظاهر الآلاف في العاصمة الأسبانية مدريد وهم يلوحون بعلم البلاد دعما لوحدتها ورفضا لحملة في إقليم كاتالونيا تدعو لانفصالها عن إسبانيا. وتسببت أزمة مساعي إقليم كاتالونيا للانفصال وقرار رئيس الوزراء الأسباني بيدرو سانشيز اتباع نهج أكثر تسامحا مع أحزاب موالية للاستغلال تعتبر أصواتها ضرورية لأجندة تشريعية تحاول حكومة الأقلية التي يترأسها الدفع بها في إثارة غضب الكثير من المحافظين في أسبانيا. وتولى سانشيز السلطة هذا العام بدعم من أحزاب قومية في كاتالونيا صوتت معه لسحب الثقة من رئيس الوزراء السابق ماريانو راخوي بعد أن لحقت فضيحة فساد بالحزب الشعبي الذي ينتمي إليه. قالت المنظمة العالمية للإرصاد الجوية أن الأعوام الأربعة الماضية كانت هي الأكثر سخونة منذ بدء تسجيل العالم درجات الحرارة منتصف القرن التاسع عشر. وحسب البيانات الأولية للمنظمة في جنيف فإن عام 2018 الذي يقترب من نهايته كان هو أكثر هذه الأعوام الأربعة سخونة. وأوضحت المنظمة أن السنوات العشرين الأكثر سخونة كانت ضمن السنوات الاثنين والعشرين الماضية. وتوقعت المنظمة ألا يكون عام 2019 مبشرا فيما يتعلق بارتفاع درجات الحرارة التي يعزيها الخبراء إلى ظاهرة التغير المناخي التي يتهم الإنسان بالتسبب فيها، حيث يتوقع خبراء المنظمة حدوث ظاهرة النينو المناخية باحتمال نسبته بين 75 إلى 80% خلال الشهور الثلاثة القادمة. وتؤدي هذه الظاهرة التي تحدث كل بضعة أعوام لموجات جفاف في المناطق المدارية وتخفض قدرة القابات على امتصاص ثاني أكسيد الكربون. مشاهدينا الأفاضل، بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة، دمتم بألف خير.